السلام عليكم طلاب، نكمل محاضرتنا. وصلنا إلى example. عندنا y يساوي sinh inverse tan x. find y dash. عندنا هذا الاكزامبل، الدالة y يساوي sinh inverse الزاوية مالته اللي هي tan x. أوجد لي المشتقة مالته. هسه شلون نشتقها؟ نجي إلى قواعد السنش. شنو مشتقتها؟ هي عبارة عن سنش، مشتقتها بشكل عام سنش اليو، مشتقتها هي واحد على تحت الجذر واحد زائد يو تربيع. في شنو؟ مشتقة الزاوية. هاي من القوانين اللي موجودة. خلنا نجي نطبقها. واي داش يساوي هسه سن شكتبها واحد على تحت الجذر واحد زائد، جاي نزل القانون، زائد اليو تربيع اللي هي بها الزاوية يقصد بها، اذا تان انفيرس الاكس. في مشتقة الزاوية، مشتقة التان تربيع شنية؟ المفروض حافظيها طلاب، اللي هي سيكا تربيع الاكس. هسه خلاص الاشتقاق، نجي نبسط. عندي متطابقة تقول لي واحد زائد واحد زائد تان تربيع الاكس، تان تربيع الاكس شي يساوي سيكا تربيع. هاي المتطابقة تحفظ، واحد زائد تان تربيع الاكس شي يساوي سيكا تربيع. فراح نجي نعوضها بدال هاي الموجودة، واي داش يساوي واحد على تحت الجذر شنو؟ سيكا تربيع الاكس، في سيكا تربيع الاكس. زين، هاي شو اقدر اكتبها؟ هاي اقدر اكتبها، او قبل لا نوصل لهاي، خلينا نجي نوخر الجذر. هذا التربيع وهذا الجذر، مو التربيع يلغي الجذر. فالواي داش راح يساوي واحد على سيكا اكس في سيكا تربيع الاكس، والتربيع ويا من؟ ويا هاي المقام. شو راح يبقى؟ واي داش يساوي عندنا بس هاي بالبسط سيكا اكس. لهنا طلاب وصلنا الى الحل النهائي. ناخذ مثال اخر. عندنا مثال رقم 2، واي يساوي، خلينا نبدأ من البداية حتى تكفينا، امسح هاي، واي يساوي كوش لن الاكس. ايضا find معناها طلاب جد y داش. هسه هاي شلون نشتقها؟ نجي solution الحل. الكوش شنو مشتقتها؟ y داش يساوي الكوش شنو مشتقتها؟ sinh. هذني قوانين احفظها. شنو؟ الدالة تنزل نفسها، الزاوية العفو تنزل نفسها. في مشتقة ايش قلنا؟ الكوش هي شو مشتقته؟ سنش، زاوية نزلت نفسها. في مشتقة الزاوية، مشتقة الزاوية شنية؟ اللين. شنو مشتقته؟ تجي للقواعد، اللين يقول لك مشتقة الدالة. اللين شنو مشتقة الدالة؟ وين الدالة؟ اللين هي الاكس، مشتقة الاكس. الاكس شنو مشتقته؟ واحد على الدالة نفسها، الدالة هي ايش قد؟ اكس. هنا أنا خلص الاشتقاق. نجي هسه شنو؟ بس نبسط، ويساوي سنش لأن الاكس على اكس. انتهى الحل هنا. مثال اخر.
واي يساوي تان تان انفيرس تانش انفيرس الاكس. فايند واي داش تان تانج انفيرس الاكس. هسه شلون نشتق؟ نجي واي داش يساوي التان، شنو مشتقته؟ سيكا تربيع. تمام، شنو الزاوية؟ تنزل نفسها. في مشتقة الزاوية تانش انفيرس، نجي للقوانين مالته. تانش انفيرس شنو الاشتقاق مالته؟ واحد على واحد ناقص الزاوية تربيع، الاكس تربيع يعني. هنا عندي كمل طلاب. هسه شنو؟ خلاص بس نرتب الحل. طلاب نفسه جاي انزله، بس هاي شنو حطها كلها مقام واحد ناقص اكس تربيع. هاي هنا ننتهي الحل. ناخذ مثال اخر. واي يساوي سنش تان انفيرس في اكسبونينشال 3x. سنش في تان انفيرس تان الاكس انفيرس. فايند الواي داش. تمام طلاب، نتأكد من السؤال. تمام، هسه نجي نشتق. واي داش يساوي السين، شنو مشتقته؟ كوش. انتهينا من الدالة. قلنا شنو بالبداية؟ تنزل نفسها. في مشتقة الزاوية، طلاب مشتقة الزاوية راح ننزل هنا. الزاوية متكونة من شنو؟ حاصل ضرب دالتين، هاي دالة وهاي دالة. فشنو حاصل ضرب دالتين؟ شلون نشتقهن؟ الأول نثبت الأول في مشتقة الثاني. اكسبونينشال 3x شلون تشتقها؟ الدالة نفسها في مشتقة الأس. 3x شنو مشتقتها؟ 3، هاي الأول. زائد الثاني في مشتقة الأول، تان انفيرس التان انفيرس الأكس ايش قد؟ نجي للقواعد. تان انفيرس يقول لك هو واحد على واحد زائد اكس تربيع. لهنا انتهى الحل، هاي المشتقة مالتها. مثال رقم 4 واي يساوي